وللحديث أكثر عن آخر التطورات السياسية ينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل السياسي زياد العرار. مساء الخير أستاذ زياد، ما هي أسباب تلكؤ مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر حتى الآن من القوى السياسية؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم وشعبنا العراقي بألف خير. بالتأكيد المفاوضات السياسية متعثرة، والأجندة السياسية المختلفة وعدم الاتفاق بالرؤى المستقبلية لمصلحة العراق لحد هذه اللحظة، وتعدد المطالب وتعدد التدخلات الخارجية وكثرة النقاشات وتعدد الآراء داخل الكتل نفسها والأحزاب الفائزة أدت إلى تأخر تشكيل الكتلة الأكبر. لم تستطع لحد الآن أي كتلة أن تشكل المجموع الذي يفي بالغرض وحتى يكلف بتشكيل الحكومة، وهذا بسبب عدم الثقة والأزمة التي اندلعت بين المكونات العراقية منذ أكثر من عقد، تكرست بالتحديد في الانتخابات الأخيرة وأضحت الأمور واضحة جدا أن لا ثقة بين الأطراف السياسية، والكل يحتاج إلى بوصلة جديدة أو راعي جديد أو موجه جديد. حتى المرجعية في النجف لم تستطع أن تجمع الغرماء، ولا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن توحد الصفوف، وحتى إيران التي لها تواجد واضح في الساحة العراقية لم تستطع أن توجد عامل مشترك بين القوى، لا الشيعية الشيعية ولا الشيعية السنية ولا الكردية الشيعية السنية. وبالتالي تأخير تشكيل الكتلة الأكبر أمر طبيعي، وليس عجبا ولا بدعا أن تتأخر عملية تشكيل الكتلة في العراق، وأيضا أن تتأخر تشكيل الحكومة، هذا اعتدنا عليه والمشهد متكرر في كل انتخابات تحصل في العراق منذ عام 2004 وإلى الآن. لكن إلى متى أستاذ زياد؟ إلى متى؟ إلى أن يشاء الله أولا، وإلى أن تجد الكتل السياسية نهجا وطنيا يبعد العراق عن الأزمات التي فيه وتتفق عليه، إلى أن يتم الاتفاق على برنامج سياسي عام تتفق عليه كل الكتل، توقع عليه وتجد ضابط لالتزامها بهذا الاتفاق السياسي، ومن ثم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة بشروط وطنية وبضوابط عراقية بحتة. عندها تتشكل الكتلة الأكبر، وعندها يتم اختيار رئيس وزراء، وعندها يتم السير بالعراق بالاتجاه الصحيح، ولا ضرر أن يأتي أي شخص لرئاسة الوزراء أيا كان هذا الاسم أو من أي مسمى، لأن الاتفاق على برنامج سياسي وعلى برنامج حكومي يجنب العراق المشكلة والخطر والانزلاق في الفتن السياسية التي نعيشها اليوم، لأن هذا الاتفاق سيجعل من الكتل السياسية قادرة على إخراج أي رئيس وزراء لا يقوم بتنفيذ فقرات وبنود البرامج السياسية والحكومية التي يتم الاتفاق عليها إن تم الاتفاق طبعا. طيب، الجميع يعلم أن الكتل السياسية لم تقدم برنامجا واضحا لكي يتم الاختلاف عليه، هل هذه الخلافات المستمرة الآن بين الكتل هي شخصية وعلى توزيع المناصب برأيك؟ لا يختلف اثنان، لا أنا ولا أنت ولا أي أحد من الجمهور المستمع أو المتابع للشأن العراقي، أن الخلافات الآن هي خلافات سياسية بحتة على المناصب، على الأدوار، من يقود، من يكون السستنمير، من يكون بالصف الثاني، من يكون، يعني هذه خلافات حقيقية موجودة في المشهد العراقي مثل ما ذكرت لك من عام 2004 لحد الآن. لكن هناك نقطة تحول مهمة في هذه الخلافات، وهي أنها خرجت من أتون الطائفية الدينية وذهبت إلى أتون الطائفية الحزبية. نعم، ما زالت هي في الطائفية الحزبية، لكن أن ننتقل من الطائفية القومية والدينية إلى الحزبية هذا أمر جيد، نأمل أن نشاهد في الأيام المقبلة، في الساعات المقبلة، في التقارير وفي المباحثات التي تجرى وأجريت الأمس واليوم، هناك حلحلة للمشهد العراقي. نأمل أن نرى شيئا جديدا في قابل الأيام، يعني في يومين أو ثلاثة، لأن الأيام تمضي والسقوف الدستورية والاستحقاقات الدستورية بدأت تحسب على الكتل السياسية، لذلك هي أمام مفترق طرق عليها أن تجد الحلول بسرعة.
وعلى الجميع فيها أن يقدم التضحية الوطنية على المصالح الحزبية والمكاسب الشخصية، وأن تبعد كلمة الأنا التي يقود بها البعض المشهد العراقي منذ سنوات، وأن يقال لمن يقول أنا ولا أحد من بعدي اجلس على جهة ودعنا نعمل لمصلحة العراق. طيب أستاذ زياد، كيف نفسر تجاهل الأطراف السياسية للنقمة الشعبية الموجودة في الشارع ودعوات المرجعيات والإصرار على هذه المنفعية الحزبية إنجاز التعبير؟ هي ثلاثة محددات الآن الكتل السياسية تجد نفسها محرجة أمامها. أولا الضغط الشعبي وما يجري من تظاهرات في الوسط والجنوب عامل مهم، يعني لا نجد أنها محرجة، عفوا. لا ما يظهر أمام الإعلام أنها غير محرجة، لكن هي في الحقيقة محرجة وتعاني الأمرين. كل الكتل السياسية تعاني من عدم استطاعتها على تشكيل النواة الأكبر، سواء كان محور النواة اللي تشكل ببابل أو المحور الآخر بقيادة الفتح ودولة القانون أو المحور الوطني أو الأخوة الكرد. الكل محرج أمام التظاهرات التي في الشارع في الوسط والجنوب المطالبة بالماء والكهرباء والخدمات الأساسية، ومحرجة أمام العامل الثاني وهو المرجعية الدينية، وتحديداً المرجعية الدينية الشيعية تلح وتوجه باستمرار بضرورة الاتفاق على برنامج وطني. والعامل الثالث هو العامل الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول المانحة، الاتحاد الأوروبي وحتى جيران العراق، الكل يلح بأن يتم تشكيل نواة لتشكيل حكومة بسرعة ممكنة تتلائم مع متغيرات الوضع، والعراق جزء من إقليم وجزء من منظومة دولية يتأثر بما يجري في الجوار والعالم. بذلك المظاهرات الداخلية والنقمة الشعبية والمرجعية والضغوط الدولية، هذه كلها عوامل مؤثرة على الكتل السياسية وهي محرجة بطبيعة الحال، ولكن ترى أن الجميع يضحك ويتحاور ويتشاور، لكن في حقيقة الأمر هم لم يتمكنوا من أن يقولوا نحن ساسة ناجحون نستطيع أن نشكل كتلة تذهب إلى تشكيل الحكومة وتعلن وينبثق منها رئيس الوزراء ومن ثم نذهب إلى الإطار الحكومي حتى يتم إخراج العراق من الوضع الاقتصادي المربك والوضع الخدمي الفاشل بامتياز. لذلك هذه العوامل تضغط وما زالت، ونتوقع أن نرى بهذه الضغوطات مع الحس الوطني الموجود عند هذه الكتل نجد إن شاء الله حل سريع وقريب لتشكيل الحكومة العراقية. قلت سريع وقريب، هل هو فعلا كذلك؟ لا بد أن يكون سريع، لأن المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية وإقرار أسماء النواب تحسب فترة 15 يوما، يعني بعد 15 يوم من اليوم الثاني. طبعا هناك تأخير بإصدار المرسوم الجمهوري حسب فهمنا للمادة 54، أنه يفترض برئيس الجمهورية أن يدعو لعقد الجلسة من اليوم الثاني للمصادقة على الانتخابات وليس من دعوة موعد انعقاد البرلمان، وبالتالي السقوف الدستورية وتفسير المحكمة الاتحادية على أن الجلسة المفتوحة إجراء غير قانوني وخطأ، هذا أيضا يجبر الكتل السياسية على أن تجد لنفسها المخارج والحلول من هذه الورطة السياسية للبعض منهم والمشكلة السياسية للبعض الآخر. وتعودنا أننا في اللحظات الأخيرة دائما ما نجد الحلول، لكنها طبعا تكون حلول غير منتجة، حلول غير متكاملة. لذلك يأمل الشارع العراقي ونأمل كمراقبين أن يتم إيجاد الحلول وأن تتم تشكيل الكتلة الأكبر وأن يتفق على البرنامج الحكومي في بحبوحة من الوقت، يعني قبل أن تنتهي السقوف الدستورية، حتى يتم الاتفاق على برنامج حقيقي بعيد عن البرنامج الذي يعد لما يسمى ببرامج التسوية أو اللحظة الأخيرة والذي اعتدنا عليه للأسف في الدورات الماضية. يعني أنت تتفق على أن لملمة الأوراق بسرعة خوفا من المدد الدستورية سوف ينتج حكومة بعيدة عن الطموحات؟ لا مو بعيدة عن الطموحات، ينتج حكومة ضعيفة، ينتج حكومة غير قادرة على تلبية متطلبات المواطنين
ينتج حكومة غير متجانسة وينتج حكومة غير متوافقة مع البرلمان، وبالتالي نبقى هذا إلك وهذا إلي وهذا اعتراض وهذا فيتو وهذا تدخل خارجي، يعني وكأنك يا أبو زيد ما غزيت للأسف الشديد أوراق الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة والقرارات التي تتخذ على عجالة دون التوافق والاتفاق عليها، يعني أننا ما زلنا لم نصل إلى مستوى المرحلة الوطنية والمتطلب الوطني الذي تتطلبه المرحلة الحالية. العراق في هذه المرحلة الحرجة يتطلب أن تكون أو تتكون لديه حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات، خصوصاً في ظل المتغيرات الحالية على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي. طيب، الأوساط السياسية تتداول اسمين أو ثلاثة أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء، هل هذه الأسماء فعلا هي المرشحة فقط أم سيكون هناك ترشيحات ربما أيضا في اللحظات الأخيرة لأسماء خارج الأسمين أو الثلاثة؟ تقصد المرشح التسوية في اللحظات الأخيرة؟ بطبيعة الحال الأسماء المتداولة هي أسماء معروفة ويتم الحديث عنها. السيد العبادي يسعى لولاية ثانية، السيد الصدر مع دعم السيد العبادي، أعتقد الوطنية واضحة في دعم مسار الولاية الثانية. الفتح ودولة القانون بزعامة السيد المالكي يبحثون عن مرشح بديل. أسماء مطروحة مثل السيد فالح الفياض، السيد هادي العامري، إضافة للسيد حيدر العبادي، شخصيات أخرى. كل هذه الأسماء محترمة ولها مكانتها، ولا ضير أن يكون أي اسم من هذه الأسماء رئيسا للوزراء، لكن يجب أن نوضح الحقيقة والمشكلة الحقيقية هي ليست في اختيار الشخص. أي شخص يأتي رئيسا للوزراء دون اتفاق على برنامج حكومي لن يستطيع أن يقدم أي شيء. الأخوة الكرد لديهم مطالب، والأخوة السنة لديهم مطالب، والشيعة لديهم مطالب، والأحزاب لديها مطالب، وفي داخل الأحزاب والكتل مطالب أيضا أخرى. وبالتالي إذا لم يكن هناك برنامج حكومي واضح تتفق عليه كل الأطراف، لن يكون بمقدور رئيس الوزراء المقبل أن يؤدي ما يجب عليه أن يؤديه خدمة للعراق. وأي رئيس وزراء لا يمتلك العصا السحرية، وأي حكومة لا تمتلك العصا السحرية لتنفذ مطالب الشعب العراقي واحتياجات الشعب العراقي، إذا لم تكن حكومة متفق على عملها وبرنامجها الحكومي. لذلك ندعو من خلال قناتكم ومن خلال كل منابر الإعلام إلى أن يتم الاتفاق على برنامج سياسي وحكومي، وعندها عندما يتم اختيار رئيس الوزراء يخالف البرنامج الحكومي والسياسي المتفق عليه، فبإمكان الكتل أن تقوم بإقالته عبر الأطر الدستورية في البرلمان وتأتي بالرئيس وزراء جديد. أما أن يتاب برئيس وزراء من الأسماء المطروحة دون توافق فهذا لن يخرجنا من عنق الزجاجة، وسنبقى في نفس الإشكاليات والمشاكل ونفس المواضيع التي اختلف عليها بين المكونات السياسية والكتل السياسية منذ عام 2005 إلى الآن، سترحل إلى الحكومة والدورة المقبلة، وهذا يعني استمرار زياد في الفشل السياسي. ماذا تقصد بالتوافق بين كل الكتل؟ هناك الكثير من الكتل السياسية تتحدث عن أغلبية وليست عن توافق الجميع. أغلبية سياسية في العراق لا يمكن أن تحصل، وإذا حصلت الأغلبية السياسية ضمن برنامج سياسي وحكومي ووفق الدستور فهذا أمر جيد وأمر صحي، ولكن أنا أؤكد لك بأن الجميع سيشترك في الحكومة والجميع سيشارك في الحكومة. لذلك هي حكومة توافق في كل الأحوال، حالها حال الحكومات الماضية، لكن الأفضل أن تختلف عن الحكومات الماضية بالاتفاق على برنامج وشروط تكون ملزمة وبتعهدات من بعض الجهات الراعية للعملية السياسية حتى تتغير البوصلة في العراق ويتغير الواقع نحو الأفضل. أما أن نتحدث عن أغلبية سياسية وهذا ما دعا إليه السيد المالكي، هذا إذا كان ضمن إطار سياسي وبرنامج سياسي واضح للجميع وضمن الأطر الدستورية فلا ضير في ذلك، وأنا أذهب مع هذا الرأي، ولكن هذه الحالة في العراق لا يمكن أن تطبق، لا يمكن أن تكون إلا حكومة توافقية يتوافق الجميع على مفردات عملها ضمن البرنامج السياسي والحكومي، وهذا ما لم يحصل لحد الآن.
حد هاي اللحظة لم يحصل هذا التوافق على حكومة توافقية، فكيف يتم الاتفاق على الذهاب إلى حكومة أغلبية سياسية؟ إلا اللهم إذا اتفقت الأحزاب الشيعية الفائزة بالانتخابات فبإمكانها أن تشكل حكومة أغلبية وتذهب بالمشهد السياسي العراقي، وهذا برأيي لن تسمح به القوى الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية. لكن يا أستاذ زياد، حكومة توافقية تشبه الحكومات السابقة، هل ستلبي برأيك طموحات الشارع العراقي وخاصة الخدمية التي انتفض عليها المواطنون العراقيون وخرجوا إلى الشوارع خلال الأشهر الماضية؟ حكومة توافقية تعني حكومة محاصصة في المناصب وفي كل شيء كما في الماضي. احنا عايشين المحاصصة والتوزيع بالمناصب مع رئاسة الوزراء للمكون الشيعي الكريم. لا أتحدث عن المناصب العليا، حتى عن المناصب المتوسطة والدنيا، يعني لا أتحدث عن الثلاث مناصب الرئيسية. تبدي من العليا إلى الدنيا، يعني هي إذا هي توافقية بالرئاسات الثلاث تتوقع أنه ما راح يصير توافقية بالوزارة والوزارات؟ لا، بالتأكيد توافقية، وهذا واقع حال بالعراق. لا يمكن أن نحلم بأكثر من الحكومة التوافقية في ظل وجود هذه الأحزاب اللي بالحكم من 2003 لحد الآن. هذه أحزاب وهذه شخصيات أثرت على حساب المشهد العراقي، ولا يمكن أن تتنازل عن مكاسبها وعن امتيازاتها. لكن ما نأمله أن يتم الاتفاق على برنامج حكومي للحكومة التوافقية، أن توضع النقاط على الحروف لمدة 4 سنوات، هذه واجبات الحكومة ومشاريعها وبرامجها لكل عام على حدة ول4 أعوام على مجتمعة، كما يحصل في كل دول العالم. عندها لا يهم، ما يهمنا إذا كانت المناصب بالتوافق بين هذه الجهة وهذا المكون، إذا تم الاتفاق على البرنامج حتى يتم تلبية متطلبات الشعب العراقي الخدمية، الاقتصادية، الأمنية، السياسية والترفيهية. أما أنه نحاول أن نقول أن هناك حكومة أغلبية سياسية، هذا يعني أننا سنلغي الآخرين، وعندما نقول ذلك هم لن يقبلوا بأن تكون الكتل الشيعية الآن الفائزة الثلاث، السائرون، الفتح، ائتلاف القانون، لن يقبل الكرد والسنة أن تشكل. وإذا ما لا تكون الأغلبية الطائفية أستاذ زياد، ليس بالضرورة أن تكون الأغلبية الطائفية. نعم؟ ليس بالضرورة أن تكون الأغلبية السياسية طائفية. إذا كنت يعني عندك مشاهدة لوجود أغلبية سياسية حاليا، والله يا ريت تنورنا. احنا موجودين بالساحة أنا وياك والجمهور دا يباوع، ماكو أغلبية سياسية. عقد في فندق بابل، وهذه خلينا نتكلم عنها بصراحة. في فندق بابل كان اتفاق المحور يلتحقون بالسيد الصدر والسيد العبادي، لم يلتحق من المحور إلا الوطنية، إلا جماعة اياد علاوي تحديدا، يعني صالح المطلق، ما التحقوا آخرين. القضية مو سهلة بين الأحزاب السياسية. قضية الأغلبية السياسية هذه قضية يتدخل فيها الداخل العراقي والخارج. يعني من منع الكتل من المحور من الذهاب إلى فندق بابل؟ من منع الكتل من الذهاب إلى محور المالكي للتحاور معه؟ ممكن أن تكون أغلبية سياسية. أكو كتلتين الآن كبار موجودة، محور النواة والمحور الآخر. إذا ذهب الكرد والسنة إلى أي من المحورين ستشكل أغلبية سياسية، ولكن هذا لن يحصل. الكل يريد أن يشارك في تشكيل الحكومة، الكل يريد أن يكون له منصب. نعم. وقيادة وسيادة في المشهد العراقي، وبالتالي لا أتوقع أن نرى الأغلبية السياسية. فأما أغلبية طائفية وأما حكومة توافق بين الكل، ما عندنا خيار ثالث. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي زياد العرار، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا.